أفادت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة أن مجموع المسافرين الذين دخلوا المملكة من جميع المنافذ في فترة إجازة عيد الأضحى المبارك بلغ أكثر من 354 ألف مسافر. وأشارت الإحصائية إلى أن منفذ جسر الملك فهد شهد دخول ما يزيد على 281 ألف مسافر من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، فيما شهد منفذ مطار البحرين الدولي دخول أكثر من 72 ألف مسافر. أما في الموانئ فقد بلغ عدد القادمين 344 مسافر. الحركة تكون في ازدياد، يعني خاصة يعني العوائل الخليجية يجون إذا كانت في فعاليات في البحرين وزيارة الأهل والأقارب، فتكون في حركة مستمرة على طول الأسبوع، يعني حسب التعليمات الصادرة من إدارة الجنسية والجوازات بتسهيل أمور جميع الجنسيات اللي ينطبق عليها النظام والقانون. فإحنا يعني الحمد لله يعني نصدر التأشيرة في الحدود، في تأشيرات ميسرة وفي أونلاين يأخذونها على النت. يعني هو عادة يعني في الأعياد تزيد الحركة لأن الناس بإجازة والناس تحب تغير يعني من بلدهم إلى مثلا البحرين زيارة. طبعا عندنا احنا الفعاليات هي تجذب السياح والخليجيين والاجراءات. اي نعم، احنا الحمد لله يعني حسب تعليمات سعاده وكيل وزاره الداخليه بتكثيف عدد الكباين وفتح جميع المسارات لتسهيل دخول زوار البحرين.